بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية لا بد أن أحيي كل حضور الكريم من النساء والرجال، من الشباب، من المنتخبين سواء كانوا برلمانيين أو منتخبين محليين، من الجمعيات والفاعلين السياسيين والنقابيين وعموم المواطنات والمواطنين على هذا الحضور النوعي المميز اللي كيعكس واحد الشعور بأنه يعني الفاعلين ديال مدينة تنغير كان واحد الحيوية كبيرة بزاف، كان واحد الشعور بأهمية ما يجري في البلد من أجل التفاعل معه والمشاركة فيه. ثم لا بد أن أحيي تحية خاصة وعالية اتحاد يعني في درجة اتحاد الجمعيات اللي عندها بالنسبة لي واحد التميز خاص جدا على مستوى خصائص النجاح اللي جمعتها في مسيرتها أكثر من 11 سنة، على مستوى الاستمرارية، على مستوى التنوع ديال الكفاءات وديال التوجهات والمبادرات، وعلى مستوى الإنجاز، وعلى مستوى القدرة على التأثير في الواقع، التأثير المباشر والملموس في واقع الناس. وأنا صراحة قلت لإخوان لما تشوفنا قبل قليل استغرب كيف أن هذه الفيدرالية هذه ما عندهاش المنفعة العامة اللي هي واحد الاستحقاق كي ياخذوه الجمعيات الجادة واللي عندهم عمل ملموس وميداني. وقلت لهم بأنه آن الأوان باش نتعاونوا باش هذه المنفعة العامة اللي كتمكن الجمعيات باش يكون عندهم إمكانيات مادية وإعفاءات معينة باش المجال ديالهم ديال التدخل ديالهم يكبر ويتوسع. قلت لهم بأنه آن الأوان باش إن شاء الله نتعاونوا باش هذه المنفعة العامة تحصلوا عليها كجمعية وكفيدرالية تستحق كل التنويه وكل التحضير. ثم ايضا هذا المركب اللي وراو لي المشروع ديالو الان واللي هو مركب نموذجي واللي من المستفيدين الاولين ديالو غادي يكونوا النساء اللي كيشتغلوا في واحد المجموعه ديال التعاونيات وجمعيات، كينتجوا واحد المجموعه من المنتوجات، واللي كيبقى مشكل ديال التسويق والتعريف مع ذاك المجهود تيبقى ضعيف جدا. فهذا المركب ان شاء الله كذلك سيكون نموذج للتعاون ما بين مختلف السلطات لتمكين هذه الفيدرالية الجادة أن تهدي لمدينة تنغير والإقليم تنغير هذا المركب اللي غادي يكون إن شاء الله عنده واحد الأثر في النهوض بدور الجمعيات والتعاونيات وكل الفاعلين اللي هما عندهم علاقة بهذا النوع من الجمود المدني. أيضا لا بد أن أحيي من هذا المنبر كل السلطات المنتخبة والإدارية والمصالح الخارجية ديال القطاعات الحكومية، لأن هذا النجاح اللي شفنا منه واحد عناوين سريعة في التعليم، في الفلاحة، في الإنارة، في النقل المدرسي، في المجال الطبي، في واحد مجموعة الأمور ديال التدخلات ديال الفيدرالية ما كان ليتم لولا أن هناك روح ديال التعاون كتسري ما بين هاد الجمعويين هاد الفيدرالية وما بين مختلف السلطات. وهذا نموذج يعني يبعث على الاعتزاز بانه المغاربه ملي كيعرفوا يتعاونوا كينجحوا، ملي كيتنازعوا كيفشلوا واخا يكون اللي عندهم. هذا نموذج، لان النجاح كيتبنى على ثقافه التعاون والفشل كيتبع التنازع. فهنيئا لكم في الفيدراليه، هنيئا لكل الفاعلين والفاعلات، هنيئا لسكان تنغير والاقليم تنغير بهذا النموذج الحي ديال النجاح. هذه تسمى قصة نجاح، سكسيس ستوري. هذا نموذج، وطلبت من الإخوان باش أحد الشباب الباحثين من أبناء تنغير سواء على مستوى الماستر أو على مستوى الإجازة أو حتى على مستوى الدكتوراه يمكن له يعمل بحث على هذه الفيدرالية هذه، لأن 11 سنة ديال العمل هي تتيح للباحث أنه يجمع هذا المجهود في كتاب، في بحث، في دراسة لتكون مرجع وتكون ذاكرة وحفظ الذاكرة الجمعوية لهذا المجهود ديال أبناء المنطقة أن يدرس ويدرس وينشأ عليه
الاجيال باش يعرفوا بانه الاسلاف ديالهم كيفاش بداوا، الصعوبات فاش بداوا، كيفاش تطوروا، كيفاش كبروا، كيفاش ولاو اليوم عندهم تدخلات واثار كبيره. وعندي اليقين ان شاء الله بان في المستقبل غادي يكون عندهم اثار اكبر كما سأبين خلال الاصلاحات اللي جايه. وبالتالي انا كذلك ادعو الشباب الباحثين في الجامعات انهم يلتفتوا للتجربه هذه ويدرسوها ويتقوها بالكتابه وبالصوت والصوره لكي تبقى جزء من الذاكره اللاماديه، اللاماديه وخي عندها اثار ماديه لهذه المنطقه اللي فيها مناضلين شرفاء كينضلوا من اجل اسعاد ابناء وطنهم في هذه المنطقه العزيزه. اليوم على شنو اللي راه جاي في المستقبل ديال بلادنا في موضوع الجمعيات. بعد ما كملنا واحد السنه تقريبا من النقاش الواسع والعريض الطويل والمتعب والمضني باش ننتجوا اول تشخيص وطني تشاركي قوي ذي مصداقيه يتعكس في واحد الخلاصه ديال الحوار الوطني اللي فيه تقريبا 264 توصيه تهم مختلف مجالات الفعل الجمعوي. هذه الحصيله اللي عندنا فيها دابا واحد الحقيبه من الوثائق واللي ان شاء الله سنعمل على ان نبلغ نسخه منها لكل الجمعيات اللي هم اعضاء في الفيدراليه باش يطلعوا على انهم ساهموا فيها وشاركوا فيها في ورزازات ويكتشفوا واش الامور اللي كانت في الحصيله تكلموا عليها ولا شي حاجه اخرى. هذه الحصيله اليوم السياق للمغرب رغم كل المعيقات اللي نتكلم عليها واللي اليوم الحمد لله هذا التشخيص غادي يمكن باش تولي عندنا اول استراتيجيه وطنيه للنهوض بالمجتمع المدني طبقا للدستور، بمعنى اول استراتيجيه وطنيه ديال الديمقراطيه التشاركيه. قبل ما ندخل في التفاصيل غندير واحد جوج اسئله كنعتبرهم اليوم اي مغربي خصو يطرح يسول راسو هاد الاسئله هذه اللي كنتكلموا على يعني الموضوع ديال المجتمع المدني. العلاقه بين الدوله والمواطن، الدوله والمواطن، نكونوا واضحين في التاريخ ديالنا منذ الاستقلال الى حوالي عقد من الزمن تقريبا فاش بدا مسار التحسن ديال الامور يعني كانت علاقة متوترة، كانت علاقة متوترة. وباش نلخص هذه العلاقة المتوترة هي اللي جابت لنا ما يسمى الإنصاف والمصالحة. لا ما ندخلوا في التفاصيل، والمنطقة هذه المنطقة تعرف فصول من هذا التوتر في تاريخ العلاقة بين المواطن والدولة. طبعا ملي كتكون التوتر بين المواطن والدولة ما كيكونش التعاون. تلك كل واحد حاضر من الآخر وخايف من الآخر، ما كيتعاونش معاه. النتيجة شيوقع كتضيع المصالح. من بعد كنبقاو نتكلموا على الهشاشه والفقر و و و والى اخره. في المقابل ملي كنتعاونوا كنتعلموا نتعاونوا كنربحوا جميعا. غادي نذكركم وانا الان هذه الكلمه كنقولها حيثما حالت ورطه حالت كنعتبرها عنوان ديال هذه المرحله هذه. لما جلاله الملك حفظه الله يقول السيد وزير العدل، يقول السيد وزير العدل، يقول له السيد وزير العدل يعني رغم ان القانون الجنائي كيسمح تعطي الحق في العالم كله لاي رئيس دوله عندما يتعرض لتصرف غير مقبول من المواطن ان يتابعه، تيقول له ما بغيتش ما تبع حتى شي مواطن كيتصرف مع تصرف اللي هو غير مقبول، بغيت مواطنين كيحترموني ماشي مواطنين كيخافوا مني. هذه كنعتبرها واحد العنوان ديال واحد المرحله جديده من تاريخ المغرب، اي ان العلاقه ما بين الدوله والمواطن والمواطن والدوله ما تبناش على الخوف، الخوف المتبادل، تبنى على الثقه والاحترام المتبادل. اذا كان جلاله الملك يقول ما بغيتش علاقه تبنى مع المواطن على الخوف تبنى على الاحترام، بمعنى جميع المسؤولين اللي تحت جلاله الملك من باب اولى ما تكونش علاقه بينه وبين المواطن علاقه خوف او علاقه عدم احترام بالمعنى السلبي. يجب أن تكون علاقة احترام وتقدير وتعاون. هذا بالنسبة لي مفتاح باش نتكلم في أمر كبير جدا. تاريخ العلاقة بين الدول والشعوب ديالها
الى كمتابعين وكفاعلين طبعا كتشوفوا اليوم اش وقع في العالم غير في المحيط ديالنا الاقليمي. ملي كتخاف ملي كيخاف المواطن من الدوله كيتكمش كيتكمش، الى بغى يبادر في السياسه كيخاف من السياسه تيقول اش داني اش حزن، الى بغى يبادر في العمل الجماعي تيقول اش حزن ندير في ولادي وفي داري وفي مصلحتي، الى بغى يبادر في الاقتصاد وفي المقاومه تيقول راه ما عندك ما دير هذاك الشيء راه مقسوم الوزيعه راه البيعه والشراء مقسوم فلان وفلان وفلان الى اخره، راه ما دوش للمارشيات. اي مبادره تيرد البيت ويرجع للور. شو النتيجه؟ كنجي واحد المجتمع اللي هو في واحد الفئه محظوظه كتستافد من الاقدام والمشاركه، وفئه واسعه منسحبه منطويه منكمشه لانها تخاف من المبادره. هنا اش كيوقع؟ هنا الدوله كتحصل. ملي كتبغي الدوله دير علاقتها مع المواطن مبنيه على الخوف في الاخر كتحصل. علاش كتحصل؟ حيت ذاك المواطن اللي كيبادر وكيشارك تيكون جزء من الحلول، ما تيكونش مشكله. الا مشى للمقاوله ونجح كيخدم الناس كينتج الثروه وكيحسن الاوضاع ديالو ودير عائلته والى اخره. الا مشى للجمعيات وخدم ها هو نموذج. ما كيبقاش يتكلم على راسه، كيساعد كيعاون كيخلق فرص للمجتمع ديال النهوض ديال تحسن الاوضاع ديال البشر. الا مشى للسياسه وكان ناجح في السياسه كيخدم البلاد وكيطور الاوضاع ديال البلاد بالمنافسه ماشي بالارتزاق ولا بالبيع والشراء ولا بالغش ولا بالتزوير الى اخره. تيكون جزء من الحلول ديال الدوله ديال المجتمع. لكن المواطن مشى حتى خاف ورجع للور تيولي مشكله. تيولي مشكله بالنسبه للدوله. الى خاف ورجع للور تيمكن له ما يقراش، تيمكن له ما يخدمش، تيمكن له يولي يتعطى الحشيش والمخدرات والمصائب العظمى، تيمكن له شفار، تيمكن له مصيبه في البلاد، تيمكن له يعني مفسد في السياسه، في الاقتصاد، في المشاريع. يعني تيولي ما عندوش علاقه ديال الثقه مع الدوله، تيتقلب علاقه مع الدوله علاقه غش واحتيال وخوف ورهبه الى اخره. وراه هنا الاخوان باش الدول المتقدمه راه متقدمه بحاجه وحده، ماشي حاجه ماشي بعشره الحاجات، متقدمه علينا بحاجه وحده سميتها المواطن ديالهم. عرفتوا مع الدوله ما كيخافش من الدوله، كيعتبر الدوله في خدمتي وفي خدمه الدوله. هذا هو السر ديال تقدم الشعوب. الا عندك مجتمع يخاف من الدوله تولي مصيبه، تولي لك المجتمع مشكله. واللي طلع شي منصه ولا مشى لشي مسؤوليه يبقى يتعامل مع الناس بحال واحد المجموعه ديال المشاكل ومجموعه ديال المعاقين ومجموعه ديال المعطوبين ومجموعه ديال المصائب، وخصو يبدا يكذب عليهم لان كلشي بغى يعطيه كلشي بغى يطلب منه. تيولي المواطن كما قلت جزء من المشاكل ماشي جزء من الحل. العكس، عندما تخاف الدوله من المواطن كما وقع في الدول اليوم اللي وقع فيها الاضطرابات، الدوله اضعاف قدام المواطنين. طبعا كدوز الامور لواحد المستوى سيء جدا اللي هو انه عندما تخاف الدوله من المواطنين تتراجع عن القيام بادوارها، لا في الامن ولا في الحريات ولا في الحقوق ولا في الواجبات، فتضعف الدوله تدريجيا وقد تنهار مع مرور الزمن. اليوم الدول اللي كتنهار في سوريا العراق ليبيا وكذا، هذاك راه غير نتيجه واحد الصيروره واحد المسار. ما تبانش علاقه بين المواطن الدول على الثقه والاحترام والتعاون، تبان على التنازع وعلى الخوف المتبادل. النتيجه هي هذه. في الاول كانوا خايفين من الدوله، لما جات السياقات الدوله ضعفت ولاو بغا يخلعوا الدوله، وملي كتريب الدوله وكتضعف الدوله المجتمع مشى في المصيب مشى في المصيب. احنا اليوم الاخوان علاش المغرب اليوم عنده هذا اليوم هذا المغرب عنده هذا التمييز وعنده هذا الاستقرار وعنده هذا الامن؟ لانه التاريخ ديالنا وقعت فيه مشاكل، ولكن عمرنا ما وصلنا ان جميع المواطنين ضد الدوله او ان الدوله ضد جميع المواطنين. كانت مشاكل بين اطراف مكونات احزاب سياسيين رقابات مشاكل، عمر ما كانت المواجهه الشامله ديال المجتمع للدوله ودول المجتمع. اليوم الحمد لله تجاوزنا هالشيء بكثير، دخلنا في واحد المنطق جديد. هذا المنطق الخصو الدستور. جا الدستور اليوم كيدير مصالحات، من اهمها انه اعترف واحد الاعتراف جديد بالجمعيات وبالمجتمع المدني باش يولي واحد الشريك ديال الدوله، بمعنى ديك ثقافه التعاون ما تبقاش غير
ما يسمى بالديمقراطية التمثيلية، أي الناس المنتخبين هم اللي عندهم السلطة. عندنا السلطة كاين الإدارة، الحكومة والولاة والعمال والمصلحة الخارجية داخل الإدارة، وعندنا المنتخبين البرلمان والجهات والأقاليم والجماعات إلى آخره. جد السليم ودار واحد الفرع آخر غيتزاد لهادو أسميته المجتمع المدني، غتكون الإدارة وغتكون السلطة المنتخبة اللي كتجي من الصندوق ديال الاقتراع، وغادي يكونوا الجمعيات، وغادي يكونوا عمر مواطنة المواطنين، أعطاهم بحال قالوا اختصاصات جديدة وصلاحيات. إذا اليوم باش نوصلوا لهاد الهندسة، ما تبقاش الهيمنة الإدارة، ما يبقاش المواطن يخاف من الإدارة، ما تبقاش مشاكل بين الجمعية وبين الإدارة، بالإدارة وبين الجمعية، بالإدارة وبين الحزب، بين الحزب وبين الجمعيات. هذا النزاع اللي دوزنا فيه سنين وضعف النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلى آخره، وقعت فيه تجاوزات. اليوم عندنا واحد الهندسة دستورية كتسمح لنا إلا تعاوننا عليها ونزلناها إن شاء الله نضمنوا الأجيال اللي جاية، هذا هو اللي مهم، الأجيال اللي جاية تعيش في مغرب أحسن من المغرب الذي عشنا فيه نحن، هذا هو التحدي. بناء مجتمع مدني اليوم أصبح مسألة ضرورية، يعني لا عندك فراغ، إلا عندك فراغ في السياسة وفراغ في الجمعيات أش كاين نبت في ذاك الشيء كامل؟ لكن الفراغ كتنبت فيه كائنات لا تؤمن لا بالدولة ولا بالمجتمع، كتنبت كائنات ما كتآمنش لا بالدولة ولا بالمجتمع. جميع الحركات المتطرفة متطرفة سواء متطرفة دينيا أو سياسيا أو عرقيا في جميع الدول تنشأ عندما تضعف السياسة ويضعف المجتمع المدني. كتبقى الدولة فصفص مع المجتمع كان غير منظم، ما كاين لا أحزاب قوية ولا جمعية قوية، تبقى ذاك المجتمع حتى كيجيو الناس يقولوا لهم حنا عندنا الخلاص منكم الدولة، وكتنوط حركات متطرفة تضرب الجميع، الدولة والمجتمع، تضرب الاستقرار، تضرب الأمن، تضرب كل شيء. من هنا فإن بناء مجتمع سياسي قوي ومجتمع مدني قوي مسألة بالنسبة للوعي الوطني مسألة استراتيجية تكون في التعاون ماشي التنازع بين الدولة والأحزاب ولا الدولة والجمعيات وكافة المواطن والمواطنين. اليوم يجب أن نعترف بكل مسؤولية بأن الحقل السياسي وما يتعلق به من ديمقراطية تمثيلية اللي كجامع صندوق الاقتراع هاد 60 عام تقريبا ديال الاستقلال، بدات الأحزاب كترجع اللور كترجع اللور كترجع اللور حتى ورتنا اليوم واحد الوضع لا يبشر بخير، أي الحياة الحزبية اليوم لا تبشر بخير. أحزاب اللي ما بقاتش عندها أدوار لا في التأطير للمواطنين لا في مصداقية تمثيلهم لا في امتلاك مشروعيات نابعة من حاجات المواطنين ومناضلين يعني حقيقيين لآخره. اليوم ورتنا واحد النماذج من الأحزاب السياسية كنقول هادشي بكل مسؤولية وبكل وعي بأن هذا من باب التنبيه إلى مخاطر إضعاف الحياة الحزبية. لاحظوا معي لاحظوا معي اليوم يعني حجم مشاكل التنظيمية. إذا بغيت ناخذ مثلا تجربة على سبيل المثال وهذا يمكن الموضوع نتناقشوا فيه، مثلا اليوم واقع المعارضة مثلا اليوم كسؤال موضوع علمي ما عنده علاقة بالتقييم السياسي في مشاريع في خطاب في رموز، هل الأمور تبشر بخير؟ في المقابل في عالم الجمعيات بقدر ما هناك جمعيات جادة تنتج الخدمة للمواطنين تحسن ظروف عيشهم تناضل نضال شريف لتطوير أوضاعهم، في المقابل هناك جمعيات لها منطق آخر لها منطق مغاير. إذا اليوم كنتكلموا على إصلاح الوضع ديال البلاد ديالنا باش يولي عندنا مجتمع مدني قوي، لأن قوة الدولة من قوة المجتمع المدني، وقوة الدولة من قوة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمقاولات. ما يمكنش اليوم المغرب يكون دولة قوية